استاذ عدلي، استاذ عدلي بدي اسحب بس تاخد الدواء. بجد أنا اللي يمكن أسامح نفسي على اللي عملته معاك، أرجوك تسامحني. على فكرة ما سبتكش ولا لحظة، كنت واقفة مع الدكاترة، وكمان فكرت فعلا أسمع كلامك وأرجع للعالم بتاعي وأريحك مني خالص، بس يظهر إن دي كمان مش هقدر أعملها. ليه بقى؟ انهم حاطين عليا شرطين لا يمكن اقدر اعملهم. شرطين ايه؟ الشرط الاول اني اكرهك، ودي مساله مش بايدي. والشرط التاني؟ اني اقتلك. يلا يلا خلصيني، خلينا نخلص. مقدرش اقتلك يا عدلي، عشان اقتلك لازم اكرهك الاول، انما في حل تاني، ان انت بنفسك اللي تخلص مني. يلا ايدي على كتفك. بس ازاي؟ احرقني. طب اعمل ايه اكتر من كده؟ ما انا كل مصرفك ما بتصرفيش. لا، في طرق وعزائم صرف الجن. طب ما تقوليلي عليهم. انا ما اقدرش اقولها لك، بس لو سالت اكيد هتوصل. انا همشي بقى، عاوز المسك قبل ما امشي. عاوز المسك، ممكن المسي بس بشويش عشان انا جسمي مضعضع.